الآن مشاهدينا نتحول لمتابعة أنباء المال والأعمال. جولة في أخبار المال والأعمال تستعرضها لنا سارة نبيل. إليك سارة. شكرا لكما إيمان ومصطفى. مشاهدينا هذه جولتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة سجلت عبور 83 سفينة من الاتجاهين دون انتظار بإجمالي حمولات صافية قدرها 4,800,000 طن. وأشار ربيع إلى ارتفاع متوسط العبور اليومي بالقناة إلى 72 سفينة خلال العام الميلادي الجاري. وشدد الفريق ربيع على أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة التي تحظى بدعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل صمام الأمان للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة في المجتمع الملاحي كأسرع وأكثر وأكثر الطرق الملاحية أمانا. وأضاف ربيع أن القناة تمضي قدما نحو استكمال استراتيجية تطوير المجرى الملاحي من خلال تسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد لما سيكون له من مردود إيجابي على زيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع الهام بنسبة 28% وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية. أعلن رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب اتحاد الصناعات المصرية ارتفاع المخزون الاستراتيجي من الأقماح إلى 6 أشهر بعد نجاح الموسم الحالي بسبب زيادة سعر القمح المحلي إلى 1500 جنيه للطن. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب إن التوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية أسهم في الحد من هدر الأقماح الذي كان يحدث في الماضي، إلى جانب تعزيز المخزون الاستراتيجي. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر مايو الماضي بنسبة 12.4%. وبشأن الأنشطة الاقتصادية أوضح الجهاز أن نسبة الارتفاع الرقم القياسي لصناعة المشروبات خلال مايو الماضي بلغت 17.64%، وذلك لزيادة الطلب مع دخول موسم الصيف. كما سجل الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية خلال الشهر نفسه بنسبة ارتفاع قدرها 2.99%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق. أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أهمية تكثيف العمل المشترك لتنشيط آليات التعاون وتعزيز التواصل بين الهيئات والجهات المعنية بالصناعة في مصر وتركيا. وخلال زيارته الحالية للعاصمة التركية أنقرة، بحث سمير مع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي فرص تعزيز التعاون الصناعي المشترك خلال المرحلة المقبلة. من جانبه أكد المسؤول التركي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن زيارة الوفد المصري للعاصمة أنقرة تمهد لبدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين. تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق بعد يومين من تراجع وصول إلى مستوى حاد، إذ أثر خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية على المعنويات. وتلقت أسعار النفط بعض الدعم على خلفية المخاوف من نقص المعروض بسبب تخفيضات الإنتاج من قبل كبار المنتجين التي من المتوقع تمديدها في اجتماع مقرر غدا الجمعة. وارتفعت العقود الآجلة الخام برنت بنسبة
0.39% لتسجل 83 دولارا و24 سنتا للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.61% لتسجل 80 دولارا و77 سنتا للبرميل. في المقابل انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.13% لتصل إلى 3 دولارات للتر، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.23% لتسجل $2.55 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت وزارة الطاقة السعودية تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي لمدة شهر إضافي، وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة تمديد الخفض التطوعي البالغ 1 مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو الماضي لشهر آخر ليشمل شهر سبتمبر، مع إمكانية تمديد وزيادة هذا الخفض، وذلك في إطار محاولة دعم أسعار الخام. زاد عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، بينما تراجع تسريح الموظفين إلى أدنى مستوى في 11 شهرا في يوليو مع بقاء ظروف سوق العمل قوية. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت 6000 إلى 227 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 29 من يوليو الماضي. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى إيمان ومصطفى، إليكم. شكرا لك سارة.